بيت بصرناي كده ليه؟ تعالى حبيبي انتوا المستشفى عادوا. عايز ميه. ازعاج ميه ميه اموت اموت يا سناء اخلص. هاتي مشايات لجوزك. ميه بسرعه ميه ميه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ميه اموت اموت يا سناء. ايه اللي عمل فيك كده يا حبيبي؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ هقول لك بس مش قادر ابلع ريقي هموت هموت. يلا يا سناء ميه يا سناء. بسرعه يا سناء. ميه يا سناء. لهم شويه ميه. يلا. قولي يا عادل بس في ايه؟ ايه اللي حصل لك يا حبيبي؟ يا ماما بشرب. يا ماما اشرب اخلص بس ميه وبعدين. استني يا ماما يشرب يا ماما. ويو بقى سرعه سرعه. ها يا سناء هاتي لي ميه تانية يا سناء لو سمحتي. اقول لك وصلي الخرطوم على الحنفيه وهاتيه على بقى على طول لو سمحتي. لا كفايه عليك الحبه اللي انت شربتها يا سناء. ما تبقيش جبانه بقى يا سناء. يلا مد من العطش. ايه يا عادل انا مش فهمانه حاجه يعني. انت كنت جايين من عند صحراء ولا ايه؟ صحراء؟ يا نهار ابيض دي الصحراء دي كلمه بسيطه جدا للي انا كنت فيها. حماتي انا اتبهدلت انا اتبهدلت. انا اساسا نزلت من بيتنا متكل على الله واخد التاكس وقلت استرزق بقى. واحد قابلني قال لي لو سمحت ممكن توديني المطار. قلت له اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل حضرتك اوديك المطار. وانا عارف ان مشوار المطار ده مشوار مجزي يعني يعمل له بتاع 40 جنيه 50 جنيه على الاقل. الحمد لله. وانتش عرفك انت بطريق المطار ده؟ انت المحل بتاعك اللي بتروحه كل يوم بتوه في الطريق. يا سناء اصبر يا سناء. ما انا قلت ايه اول مره اروح المطار بالمره اتعرف على الطريق بتاع المطار ولو تهت ولا حاجه ابص على اليوفط اوصل. حلو. ايه بقى ايه بقى ايه بقى اللي خلاك تعمل في نفسك كده وترجع كده متبهدل؟ ها يا بيبي. ايوه ما انا هقول لك اصبري بس يا رانيا. ما تصبري عليه يا رانيا. قولي يا حبيبي ايه اللي خلاك تعمل في نفسك كده وتتبهدل كده؟ ما انا هقول لك برضه يا ماما يعني. ما انا بعد ما خدت الراجل ده ومشيت بقى في طريق المطار قعدت ماشي ورا اليوفط. بلاد تشني وبلاد تحطني وبلاد ما تعبرنيش خالص. قعدت ماشي ماشي الاقي يافطه مكتوب اتجه يمين اتجه يمين الاقي شفطه اتجه شمال اتجه شمال. قعدت ماشي ورا اليوفط واحد اساله مثلا يقول لي ايه هتلاقي المطار بعد الجبل الاولاني. جبل؟ واحد يقول لي هتلاقي المطار بعد البير التاني. بير؟ ايوه بير. بير ايه يا ابني؟ بير انت رحت فين؟ ما اصبري بس يا سلام انا بحكي ولا مش انا بحكي؟ انا بحكي ولا لا؟ طب ما انا احكي احكي. المهم يعني قعدت ماشي ماشي وبعدين ببص لقيت ايه؟ اهلا بك في العالمين. عالمين؟ يا ريت هو عالم واحد دول عالمين عالمين. قعدت بقى ماشي في طريق العالمين طريق العالمين طريق العالمين ده طريق ما بيخلص خالص. وبعدين اساسا انا ممكن كنت اسال الراجل اللي جنبي. يعني انا مش فاهمان انا يا عادل انت ليه ما قلتش للراجل دوت انت رايح فين ولا جاي منين؟ ما انا كنت عايز اقول له بس لقيت يا عين الراجل غلبان يعني نايم فقلت اسيبه نايم يعني وانا اتصرف. وبعدين قلت اما اوصل للعالمين هوصله على طول على مطار اسكندريه. طيب وبعدين يا بيبي ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى يا ستي ان الراجل صحي وفجأة لقى نفسه في طريق العالمين لقيته بيتنرفز وبيزعق وبيقول لي حرام عليك دي فلوس ناس انا لازم الحق الطياره وايه اللي انت بتعمله فيا ده. وراح ماسكني من كتفي ومقطع لي القميص وقطع لي الزرار اللي فوق ده. يا ماما والنبي ما افتكر اعمله لي والنبي. حاضر يا حبيبي. ده ايه ده؟ ما هو انت اللي غلطان يا عادل. بتاخد عليك الناس واللي ما يسواش. بتقف في الشارع لازم تنقي الناس اللي هتركبها في العربيه محترمين ولاد ناس معاهم شهادات عليا. معقوله يعني يا رانيا شهاده عليا ايه يعني؟ واحد بيوقف تاكسي هقول له لو سمحت انت مؤدب ولا مش مؤدب معاك شهاده عليا ولا شهاده واطيه؟ معقوله سيبك يعني؟ سيبك منها يا حبيبي سيبك منها. قول لي بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى بعد كده الراجل راح فاتح التاكسي ونازل ورزع الباب جامد. الازاز حتى بتاع اللي هو التاكسي اللي هي الفرده اليمين دي وقع مش اشكال التاكسي. يولع 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 يولع. المهم ايه راح الراجل نازل لقى عربيه معديه شاور لها وخدها ومشي. يلا احسن. انا قلت مش مشكله اتصرف انا. لقيت يافطتين يافطه مكتوب عليها اسكندريه 400 كيلو واليافطه الثانيه مكتوب عليها الساحل الشمالي 150 كيلو. حلوه قوي قوي. قلت حلو اروح 150 كيلو للساحل الشمالي هو برده ايه اخش مارينا اكل شويه زلابيه برده ايه اشرب بق ميه بتاع اشوف هناك الشواطئ الخاصه والحاجات دي وربنا يكرمنا يعني. وبعدين بعد ما لقيت كده قلت ايه وانا قبل ما اوصل بالظبط الساحل الشمالي ب 100 كيلو او يعني ايه بعد 100 كيلو يعني. ده اللي خلاك اساسا ما ترجعش القاهره. ايوه ما فيش يافطه بتقول فين القاهره ومش فين القاهره. اليافطه الوحيده مكتوب عليها الساحل الشمالي اسيبها؟ لا طبعا. بس قلت اتكل على الله وانا رايح بقى على الساحل الشمالي. قبل ما حصل الساحل الشمالي مثلا بشويه كده اهو راحت العربيه وقفت وراسها والف جزمه ما هي متحركه. مش ليه يا بيبي كنت جبت النجده وجيت لك الحقك على طول؟ نسيت الموبايل تصدقي. اعمل ايه اعمل ايه؟ رحت بقى فجاه
لقيت عربية جاية من بعيد، مفيش عجلة ماشية على الطريق كله، لقيت عربية جاية على الطريق، وقفت في وسط الشارع. وبعدين ماشي، راح الراجل اتخض فرمل العربية. قلت له بقول لك ايه، انا الموبايل بتاعك هاخده، يعني هاخده لان عربيتي عطلانة وانا محتاج اكلم بوليس النجدة. الراجل قال لي من غير ما تتضايق اتفضل ادي الموبايل. كلمت بوليس النجدة، قالوا بوليس النجدة، قال لي ايوه انا بوليس النجدة. قلت لهم اخباركم ايه، قالوا كويسين الحمد لله. قلت لهم طب انا دلوقتي واقف عند الطريق اللي هو بتاع الساحل الشمالي. الراجل بتاع بوليس النجدة راجل ذوق صراحة، قال لي لا احنا مش تخصص ساحل الشمالي، احنا تخصص فيوم. فيوم؟ المهم هو قال الفيوم، قلت له لا حضرتك انا الساحل الشمالي. اداني نمره بقى الراجل بتاع التليفون بتاع البوليس اللي هو بتاع الساحل الشمالي، كلمته بعتوا لي عربيه وصلتني الحمد لله لغايه هنا. الحمد لله الحمد لله. تستاهل تستاهل كل اللي جراك واكتر عشان تبطل تفتي في اللي مالكش فيه. افتي في اللي ماليش فيه ايه؟ انا اعمل ايه يعني؟ اذا كان الطريق اساسا ما فيهوش يوفط، امال الضرايب اللي احنا بندفعها كل سنه دي مش بتروح لليوفط ولا بتروحش لليوفط؟ واحنا من امتى في البلد دي بنمشي بيوفط؟ طول عمرنا بنمشي بالاحساس. احنا ربنا بقى انك بالتاكسي بتاعك ده في جولتك التفقدية دي ما عدتش الحدود، قاموا ضربوك عيار في نافوخك وكتبوا عليه في الجرايد تاني يوم قال جاسوس. جاسوس بعربية مهكعة زي كده وماشي بيها في الصحراء، ده ايه الجاسوس الاهبل ده؟ واروح اتجسس على ايه في وسط الصحراء بقى؟ بس والنبي يا سناء، بس والنبي، انا خلاص زهقت من العربية دي، زهقت منها. جاسوس ده عادل سايق تاكسي. اللي قول لي يا عادل بالمناسبة، هو انت اللي سايق التاكسي ولا التاكسي هو اللي سايقك؟ يا سلام يا خفيفة يا سلام، انا خلاص بجد التاكسي ده انا مش عايزه، انا مش عايزه خلاص، ده بيعذبني. يا بيبي بيعه، يا بيبي بيعه واخلص منه، خلينا نخلص منه. ايوه بيعه. لا مش هبيعه، التاكسي ده هصلحه وعذبه. افضل بعذبه طول اليوم، امشيه بقى في طرق غير ممهده وغير مسفلته، واجي عند المطبات الصناعيه واقوم واخده بسرعه. ان ما حولته محسن. السلام عليكم. وعليكم. مين؟ لست عماد بويا والله موجود؟ لا عماد بويا، بويا احسن ميخانيخي سيارات. بويا بويا لازم اتنين بويا، ما ينفعش بويا واحدة او بويا ونص. شكلك كده جاي تفاصل وتهزي مش جاي تصلح. حضرتك معلش يعني انا بهزر يعني، لكن حضرتك يعني انا اللي بعتني لست مطبات، انا اسمي عادل سعيد. عادل سعيد، عادل سعيد، عادل ايه ده؟ طب ما تتسقلب كده. صدق يا راجل خدتني عالتاني عطول من غير ما تموي. انت اللي موي والله يعني يا اصلا. راجل بس قولي بقى، العربية بتاعتك دي بقى فيها ايه؟ لا ابدا زي الفل، ما فيهاش حاجه، هي بس حاجه بسيطه ان انا اما باجي ادور يعني بتعتل معايا في الاول يعني. زي ما يكون كده عندها بيض وبتعطش. ايوه زي ما بتكون بتعطش كده هو. بعدين انا جيت بصيت على العجل من ورا لقيته مخصم بعضه، والاكسراتير ما بدوس عليه ما بيطلعش تاني. الدبرياج بقى وانا بجيب بتقعد ايه بتقفش معايا شويه في الدبرياج وانا بعمل الفتيس، واخد بالك؟ لكن غير كده كله زي الفل. بس 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 دي عياد اتش 1 ان 1 انت كنتها قبل كده جنب عربيه خنزيه. ايه الحكايه؟ بص بقى عسليه، العربيه بتاعتك دي عشان تنفع عايزه عميه، مش هتنفع غير كده. عميه؟ طب تفتكر يعني ابعتها العمره دي يعني حضرتك بالطياره ولا بالباخره؟ عميه ايه يا استاذ؟ بقول لك عميه، عميه، العميه دي اللي بتبقى في العربيه، لكن العميه في المملكه العربيه. حضرتك مقضيها كده على طول يعني؟ ماشي اعمل لها عمره يعني، بس ايه اللي هي محتاجاه بالظبط؟ ولا دونجول. ايه ده اسمه دونجل؟ انا اعرف ان كان اسمه بيليا، غيرته ولا ايه؟ روح هات روشتة عمية الايدة من جوه. حاضر يا اسطى. وكمان عامل لها روشتة ما شاء الله، يعني مثلا بتكتبوا ادوية وميكروكروم وكده ولا ايه؟ امال ايه ده، كل شيء هنا ماشي بنظام. انت فاكر نفسك هنا داخل محل سلاتة جندر؟ ما اقصدش يعني عم الاسطوات، دي وايشة فول اوبشن مش فول سوداني. ها 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 زي شهيابة سنتر لخ لخ. لا روشتة ايه يا اسطى؟ خش انت بقى هنا على عده في الجهاز. وانت سامعني؟ امسك دي وهات الحاجات اللي فيها بويه. انا عارف الحاجات دي، بس اجيبها امتى حضرتك؟ بويه بويه بتكلم عيب. انا قصدك بكره يعني؟ ايوه بويه.
عشان كده مسمينك رستعماد بويا. وخيمه كمان هخليك تطوخ العربيه دي. يلا اتكل على الله من هنا. ماشي يا اسطى بويا، ماشي هجيبهم لك بويا. يايا ينفع اجيبها لك بعد بويا؟ يايا 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 يا بويا. الحمد لله الحمد لله ان انا وصلت البيت. الحمد لله الحمد لله. روحي مالك بسرعه بسرعه بسرعه. انت بتشربي منها؟ طب قول 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 قول. يو 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 يو. لا مفيش تاني، كفايه عليك قوي دول. مش قادر افهم يعني انت ايه. ايه يا ابني انت الاول توت في الصحراء، دلوقتي اتصبت في الحرب. بص انا مش فايق لي خالص. راني لو سمحت بقى فكريني اما اقوم بالسلامه ان شاء الله باضربها باذن الله. اوكي 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 يا بيبي، ما تقلقش نفسك يا حبيبي. اوكي بس يا تقول يا عادل ايه اللي حصل لك؟ هقول له كله حصل لي. انا اصلي كنت يعني الحمد لله وانا ماشي بالتاكسي، الحمد لله كنت طالع اجربه بقى زي الفل بقى جميل وبيلمع كده، وطالع انا واللسته بورا بورا، بس اخر ثلاث ثواني من الحادثه اصلا عملت حادثه. اخر ثلاث ثواني من الحادثه دول اللي انا فاكرهم، بعد كده مش فاكر اي حاجه خالص. يا حبيبي ما دوستش فرامل ليه؟ يا ماما ما انا جيت ادوس فرامل الحته اللي بيبقى فيها الفرامل والبنزين والدبرياج دي، جيت ادوس ما لقيتش ولا حاجه فيه. الراجل اللي هو بورا بورا لسه بورا بورا ده قال لي معلش انا ناقل لك الفتيس كله قلبه، فالفرامل موجوده في السقف. جيت ابص في السقف راحت العربيه عامله امريكاني على طول. يا ماما وقفت في نص الشارع. طب الحمد لله انها وقفت يا بيبي، ده انا اتهيالي ان انت خبطت في حد وعربيه وعملت حادثه وفتيس. لا الحمد لله انا كنت فاكر زي كده بالظبط، لكن هي وقفت محدش قرب لها خالص. طب الحمد لله. فجأة ايه؟ عربية نقل من اللي هي الكبيرة دي اللي معاها مقطورة محملة فراخ مهربنا. يا ماما العربية الحمد لله الراجل للأمانة سواق أستاذ، راح جه عندي راح معديني وكمل على طول. الحمد لله. المقطورة ما فهمتش إن هو عداني، راحت المقطورة داخلة فيا على طول. عشان كده بيقول لك مش عايزين مقطوره مش عايزين مقطوره، بس الحمد لله انا اغمى عليا اما فقت في المستشفى لقيتهم حاطين 10 فرخات على السرير وموصلين لهم جلوكوز ورميننا انا على الارض. عادل لا لا لا. سوري يا عادل بقى سوري، انت لازم تاخد قرار مصيري ان انت تبيع التاكسي، لان انت من يوم ما جبته وانت عمال يحصل لك مصنايبي. لا اسمع يا عادل اسمع يا عادل، العربيه دي بقى وشها نحس عليك. ايوه ماما انا عشان كده سبت الميكانيكي ياخدها عنده بقى في الورشه. خبيات خبيه يعني، دلوقتي بقى الميكانيكي اللي اسمه عم بوربور ده هو ده اللي هيبيع البتاع التاكسي ده صح؟ ايوه هو لسطة بورا بورا ده هو يعني اللي خد العربية عنده، هيحطها عنده بقى هو يتولاها بقى يصلحها يولع فيها يعمل فيها اللي هو عايزه يعني. ايه ده ايه ده ايه ده، مين اللي ماسك فيه سلك الكهرباء عمال يخبط علينا كده؟ ده ايه مجنون ده ولا ايه؟ طيب طيب الله ايه في ايه؟ الحق يا عادل واحد من زمايلك. ايه ده ايه ده لسطة دونجل وبترمي مفتاح العربية على الارض ليه كده يا لسطة دونجل؟ لسطة بورا بورا بيقول لك مش عاوز اشتغل في العربية المنحوسة دي تاني. العربية المنحوسة بتاعتي ليه؟ حصل له ايه؟ كان رافع على الكوريك ونايم تحتيها، راح دارت مرة واحدة وطلعت تجري ولسه جات من المستشفى ورشة المفروض مش عارف اشتغل فين دلوقتي. طيب معلش طب انا اعمل ايه؟ اذا كنت انا سايب لكم العربيه لوحديها يعني اعمل لكم ايه يعني؟ منك لله منك لله. يا استاذ دونجل يا استاذ دونجل انت بتدعي عليا؟ منك لله منك لله. وانا كنت اعمل ايه يعني؟ انا كنت اعمل ايه؟ حرام عليك يا ده حرام عليك. انا العربيه دي مش عارف الطفل شردت الطفل رب الاسره والعائل الوحيد لها يا عادل. والله يا رانيا انا ما عارف اعمل ايه. انا العربيه دي بقى مش هبيعها. انا هسلمها للحكومه، الحكومه بتاخد العربيات القديمه. ياخدوا العربيه القديمه دي هيدوني فلوس عشان اجيب تاكسي بالتقسيط. عارفين هعمل ايه؟ هجيب تاكسي كاش بيلمع من اللي هو ملون الجديد ده، واقوم منظفه ومظبطه واقوم رميه في النيل.